معي على الهاتف استاذ محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس اداره بنك قناه السويس. استاذ عبد العال مساء الخير. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. يعني سمعت قصه المستريح وعندنا خفض الفايده على الشهادات وقد يكون هناك خفض في الفوائد قادم، الناس تحط فلوسها فين يا فندم؟ تمام، انا بس الاول عايز اضم صوتي لصوت حضرتك في يتعين الاخطار الفوري للنيابه العامه بخصوص هذا الشخص. صح. لان في الغالب هذه الاصول كلها تبخرت من واقع خبرتنا في الحالات السابقه، جزء منها بيتهرب، جزء منها بيكون استهلك في توزيعات مبالغ فيها في شكل فوائد، ويبقى القليل القليل. وبالتالي الابلاغ دلوقتي مهم علشان يلحقوا يقبضوا على مستر حسين اللي ما نعرفوش اللهو الخفي ده، فيقبضوا عليه فعلى الاقل اللي موجود يرجع. اما موضوع الاجتماعات والمجاملات والحاجات دي كلها فكلها هتضيع في السرعه.